السلام عليكم، هلا شباب، حاكم حفظ يا أوسن ستيناك في الحلقة الثالثة من سلسلة سلايم رانشر 2. طيب أنا أدري أن في كثير يقول ريان وينك تأخرت علينا في الحلقة الثالثة وحسبناك بتقطع السلسلة، أبعلمك كل شيء إن شاء الله أول ما نبدأ الحلقة. عموما قبل ما يبدأ المقطع اتصلوا معنا بلايكات واشتركوا بقناة المشتركين، بسم الله خلونا نبدأ حلقة الثالثة. بسم الله خلونا نبدأ ونكمل مغامرتنا في مدينتنا أو جزيرتنا هذه اللي جيناها الحلقات الماضية. أول شيء حاب أقولكم الله يعطيكم العافية، شكرا على تعليقاتكم اللي مرة 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 تفيد. أغلبكم يقول ريان لا تخلي كل سلايم في قفص أو whatever اسمه، فادمجهم عشان تستفيد إنك تأكلهم أكل واحد يطلعون لك بلورتين، بدل ما تأكل كل واحد أكل واحد يطلع لك بلورة واحدة. فهذه من أهم النصائح اللي جتني، هذه المفروض أنا أعرفها بس إني ناسيها من زمان. معلومة ثانية ريان، كل ما بعت من بلورة معينة راح ينقص السعر، يعني انسى 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 انك تبيع ثم تنتظر بكرة بيرتفع سعر البلور او سلايم بلور هذا اللي هو العادي. انسى، اذا تبيع منه كثير معناته انه بينزل، الباقي ممكن يرتفع او ينزل. فهمتوا كيف؟ سالفة انك تبيع نفس البلور اكثر من مرة ثم تروح تنام وتصحى على اساس يرتفع سعرها، انسى، ما في شيء زي كذا يا ريان. فهذه اهم نصيحتين جتني صراحة في الحلقة الماضية، فشكرا شكرا شكرا جزيلا لكم جميعا. فانا ان شاء الله اني بدمج الروك سلايم مع الفسفور، وش رايكم؟ شكلي بدمجهم ان شاء الله واحطهم في قفص واحد. للاسف ما طلعوا لي، باكلهم عشان يطلعون لي البلورات وراح اكلهم الفسفور وخلاص، يصير الوضع هنا كويس. خلاص هنا حطينا حق الكوليكتر، شوفون جبنا الكوليكتر هنا بنحط هنا بنضبط ان شاء الله، ان شاء الله بنزيد كل شيء. نبدي نحط هنا الكوليكتر الان، خلينا نسوي هذا، شارين له الايرنت وشارين له السولار شيلد. نبغى الكوليكتر ب 500، غالي لكن نشتريه ان شاء الله. يلا خلونا نبدا، خلونا نروح نكمل او نبدا مغامرتنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، ليتس جو. طيب خلنا ناخذ الاكل كله. على طاري دقيقه، خلنا نروح سلايم بيديا وندخل على السلايمز ونروح ندور الفسفور، وش افضل شيء عنده اللي هو الفراوله. طيب الروك، الفجل هذا ظهر اسمه الفجل، فاذا حصلنا الفراوله او اذا حصلنا الفجل راح نزرعها. بس دقيقه، الظاهر اذا ماني بغلطان الفراوله والمانجا اتوقع ان مدينا نحط نزرعهم كشجره على طول. خلنا نتاكد يعني، ثواني نشوف. يمكن لازم اجي واحط هذه، يبي بالظاهر نروح الفارم او الجاردن، يبي اذا جبنا حبه فراوله نحطها هنا عشان نزرع الشجره حقت شجره الفراوله او شجره المانجا او اي شجره ممكن نحصلها قدام. امدج الليل يا شباب، تونا بادين الحلقه وقاعدين نصبح، ولا هذا الشروق؟ لا والله الغروب، حسبي الله ونعم الوكيل. الساعه كم؟ اي والله الحين الساعه 18، يعني الساعه 6 المغرب. اوكي حصلنا فراوله يا جماعه، ابرمي اي شيء وباخذ الفراوله على اساس نزرعها، تمام؟ الفراوله هذه اهم شيء عندي حاليا عشان نامن اكل ويكون الاكل المفضل للفسفور. خلونا نرجع، ليتس جو. طيب يمديني اشيل هذه واحط، لا ما راح، يمديني اسوي لها ديمولش. شوفوا يمديني اروح اسوي لها ديمولش 50 ثم اروح احط هذه، خلها بحط هنا الفراوله. نسوي هنا نشتري جارد اوريدي شارينها، صح اوريدي شارينها. يلا خلينا نحط فراوله. حلو حلو، بدأت الشجرة تطلع الآن وتنمو. خلينا نشوف التطويرات اللي عليها، نفس التطويرات ذي، إن نشيل سلايم، إن نحط السبرينكلر اللي هو اللي يسقي الزرع ويسقي الشجر، وبرضه مدينا نحط السويل. أوكي بدأت تطلع، حلو حلو حلو. طيب هذه خطتنا زي ما تذكرون، قلنا بنروح سلايم بيديا وندور على الأكل المفضل للفسفور. الحين هذولي خلينا نأكلهم، ياكلون يا حلو ياكلون. طيب أبغى آخذ أجمع بلوراتهم واروح اكلها مين؟ للفسفور. اعطونا بلوراتكم، حلو حلو حلو، ايوه اوكي. طيب 10 كفايه، خلني اجمعها كلها ويمكن ابيع اصلا. طيب والله واجدين مشكله هنا، واجدين مره، تفضل انت يا يمكن تخلص منهم صراحه البينك سلايم. طيب ذولي واجدين، خلينا نشوف كم عددهم. ابغى اجمع، ابغى احط بس تقريبا 10، اوكي الباقي برميه. طيب عشان ما يسببون لنا زحمه. طيب اوكي هذا 10 فسفور سلايم راح ناكلهم اللي هو الروك بلور. حلو 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 حلو، ممتاز كذا كويس. طيب خلاص هذول الحين اللي هو اللارجو وضعهم مره كويس. خلاص هذا الحين دمجنا الفسفور مع الروك سلايم، واكلهم المفضل الحين بيكون ان شاء الله باذن الله اللي هو هذا الشيء ذا، بيكون اكلهم الفراوله. طيب ذولي يخليهم هنا ما راح يضرني. اوف دول بدوا يطلعون، اصلا انا بتخلص من ذولي الصدق، زعلانين الحين لانهم جوعانين. في بلورات هنا، اي والله في بلورات، بروح ابيعها مع ان سعرها مره، اوه ماي جاد، بروح ابيعها لان سعرها، مع قصدي مع العلم ان سعرها مره منخفض سكته، بس طز ما همني صراحه. البينك بلوره خلاص بانساه، بكره بيصير واحد. كم قيمته ذا؟ ب 15،
بحاول اوصل 500 على اساس اشتري الا اللي هو هذا. لو اقدر انقله هناك بيكون افضل. اللي مدينا نوصل 500، والله قريبين ال 500 مره. طيب ما علينا، خلونا الان. طبعا ليش ما اكلهم اكل عادي؟ خلنا اكلهم اكل عادي. الفيفوريت الظاهر يعطيني دبل، بدل ما يطلع لي بلور واحد لا يعطيني بلورتين. شفتوا بدوا الحين من الان يطلعون بلورتين مختلفه. هذه ميزه الفيفوريت فود، انك تعطيهم شيء يعتبر فيفوريت، سواء للروك اللي هو كان وشو وش كان الروك افضل اكل لهم، اللي هو الفجل او الفراوله. يطلع لك اربعه الظاهر، يدبل لك الموارد او البلورات. ان شاء الله ان شاء الله بنوصل الحين 500 ونشتري الكولكتر، بدل ما نسوي الحركه ذي الخايسه كل شوي نقعد نجمع تحتهم. يلا خلينا نبيع الفسفور بكم؟ فسفور ب 10 وهذا ب 15. بالراحه راح نوصل كم؟ 730 تقريبا. يلا خلينا نروح نشتري الكولكتر ونروح ننام، خلص يومنا لعل وعسى باذن الله بكره تكون طالع الفراوله يا رب. طيب خلينا نشتري الكولكتر. يس خلاص رسمي الحين شرينا الكوليكتر، والكوليكتر راح نحصله هنا. اريد قاعد يجمع نايس، بس ما في شيء للحين. طيب يلا خلونا نروح ننام والصباح رباح باذن الله. اي طيب انا ما قلت لكم ليش قاطع وليش انا مورني، ليش انا لي فتره ما نزلت الحلقه الثالثه. تبون الصدق يا جماعه؟ والله العظيم اكون معكم صريح وصادق، والله العظيم اني متحطم، متحطم مره 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 متحطم من الدعم. يعني توقعت مره ان سلايم رانشر راح يجي عليها دعم خرافي والناس حابه اللعبه وما ادري ايش، بس صار العكس، صار العكس تماما. فانا مره مره يعني انقهرت، اكون معكم صريح انقهرت مره. طيب دقيقه لو جربت. ايوه شفت طلع منه قلوب، شفتوا طلع دبل. هذه ميزه انك تعطيهم الفيفوريت فود، والله شيء مره طيب. يطلع لك اربعه بدل اثنين، والله ديم. طيب خلينا ناخذ الجزر. اوكي ممكن بدله بفاكهه ثانيه مستقبلا، بنشوف. يمديني اسوي تطويرات على الفراوله. السبرينكلر ب 500، يلا مو مشكله، خلينا ناكل ذولي ما راح يضرنا، خلينا ناكل ذولي برضه. طيب شوف هنا لما نسحب طلع لي 22 و22، والله شيء طيب. انت ايش تبي؟ انقله انقلب الناس. شوف اللوره هي شاطحه، باخذ كل البلورات الان قبل ما اطلع مغامرتي. وشوف قاعدين يطلعون، شوفون يا ساتر. نجمع في زياده بعد نرجع له بعد شوي. اتوقع انه يمديني اجيب الحين سبرينكلر اذا وصلت 500. كم بالله هذه؟ اوه زادت والله غريب. اي زاد لاني صرت ابيع من الفسفور وصرت ابيع من الروك، شفتوا؟ لان نتيجه اني بعت ذي الثنتين بدت ترتفع البينك بلور. فشيء جميل وشيء كويس مره انه يكون عندك اكثر من نوع من السلايم، يعني لا تكتفي بذولي وبس، لا انا بروح احاول اجيب هاني. يمدحون الهاني والكريستال، يمدحونهم مع بعض، فان شاء الله اني بسويها ان شاء الله وبحاول اجيبهم اليوم ان شاء الله. طيب جمعنا كلها، خلينا نجمع ذولي، يلا خلينا نبيعهم ونروح نسوي سبرينكلر ونبدا مغامرتنا اليوم. فانا والله اقول لكم اني احب سلايم رانشر، مره احبه ومره كنت متحمس الحلقه الاولى الثانيه، بس تحطمت والله العظيم اني مره تحطمت يا جماعه، مو طبيعي. فاذا قاعد تشوف المقطع هذا ما حطيت لايك، حط لايك ورنا دعمك في السلسله هذه. طيب هنجيب سبرينكلر. سبرينكلر يزيد ويزيد الظاهر ولا يسرع؟ يسرع الظاهر صح. سبرينكلر انشور ذات يور كروبس ار اولويز ووترد ميكينج ذيم جرو توايس از فاست، يسرع عمليه انها تطلع يطلع الحصاد. يلا بسم الله خلونا نبدا حلقتنا او نبدا مغامرتنا اليوم. معليش حلقتنا اوريدي باديه من تسجيل 13 دقيقه. طيب ما راح اخذ اي شيء ما يهمني، انا بحاول اركز على اهدافي اليوم، بحاول اني اروح قدام استكشف مناطق جديده. تمام يا جماعه؟ وصح اليوم بنحاول نهتم بالتطويرات، في تطويرات اللي هي تحت في القبو نحاول نروح لها. البوغ فروت نحتاجه، والله اني ما ادري اذا بحتاج البوغ فروت. دقيقه خلينا نشوف، انا حصلت كريستال تابي ما ابغاه. ليش؟ لان التابي من اكله اللحوم او الدجاج اللي هو اللي زي الدجاج ومدجاج والديك، فما مشوار صراحه متعب. ما حصلت كريستال، لازم نروح نكمل مغامرتنا وندور زياده. يلا مشينا 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 مشينا. ما راح اخذ الكريستالات هذه لانها بتسبب لي زحمه في الانفنتوري صراحه. اي صح التطويرات لازم انزل واخذ تطويرات جديده، سواء بالستامينا او الهيلث. الهيلث ما احس انه في مشكله، الستامينا هو اللي متعبني، وبرضه الانفنتوري صراحه متعبتني مره. يلا ابغى ادور على انواع جديده من السلايمز. اتوقع اذا رحت المنطقه الثانيه يمكن احصل انواع سلايمز جديده. انا وين رحت؟ منطقة امبار فالي. اوكي هذه ما فتحنا الغيوم حقتها فلازم نستكشفها اكثر. طيب بسم الله خلونا نكمل مغامرتنا هنا. هذا وش ذا؟ اونيون. اوكي اود اونيون. الاونيون يا جماعه او ايش يسمونه البصل، شلون يطلع؟ يطلع اذا زرعت الجزر يطلع فيه نسبه ضئيله انه يطلع لك اونيون. فهذه واحده من المعلومات اللي قريتها. طيب خلينا نكمل المغامره. هل هذه يفتح المنطقه؟ اتوقع انها هي. لا مو هي، هذه هي فوق، بس كيف اوصل لها؟ كيف اوصل لها؟ السلام عليكم، والله في تابي واجد. مع هذه حاولنا نوصل لها كذا. ليتس جو. اي يا حبيبي يوم جيت، والله يقطع من الوساخه.
ايوه هوب. اه ليش مره ثانيه بوقف هنا. يمدي ليتس جو. راح نستكشف المنطقه اخيرا. فتحنا الغيوم عشان نعرف وين احنا رايحين وحنا راجعين. اي هذه قلنا انها اذا كسرتها تطلع لك اشياء، خضروات فواكه وكذا. انا ابجريد از نيدد تو هارفست ذس. طيب شباب بي برضو من وين اقدر احصلها؟ هنا يمكن، ما ادري وين، يمكن اذا نزلت تحت عند الكهف احصلها شيء يسوي لك هارفست، يعني يعطيك زي الليفل عالي من الهارفست او التكسير. هالشيء بيفيدنا. طيب هل هذه المنطقه مسكره؟ هذا وش ذا الحلزون الكبير؟ ما ادري. اوه منطقه دينجر. وين احنا فيه الحين؟ بندخل زياده جوا. حلو، هنا في كهف، خلينا ندخل الكهف اول. يمكن في بورو كبير كذا ناكله، يمكن نسبه كبيره. خلينا نشوف. لا الكهف يروع يا جماعه، ورا كذا. اسمع الاصوات. لا مرة. ايوه اوكي، روك سلايم، كريستال سلايم. يمدحون الكريستال. اهلا وسهلا. وهذا لافا، بوم سلايم دايت وش وميت. والله يروعون. خلينا ناخذ الكريستال يمدحونه مره. ناخذ الكريستال، عطنا كريستال، بنحاول نهجنه مع شيء ثاني. خلينا نشوف سلايم فيديو دام انه جبناه وفتح لنا هنا. نشوف الكريستال وين هذا. شفتوا الفيفوريت فود هو الاود اونيون، يعني يمدينا نزرع الاونيون او نكمل في زراعه الجزر حيث يطلع لنا اود اونيون زياده. هذا وش ذا؟ باتي سلايم، باتي يعني بات خفاش. خلينا نشوف برضه هذا وشو. اوكي نايس والله، هذا هو وش هو الفيفوريت حقه. وش ذا؟ ما ادري وش ذي الفاكهه هذه. واحده من العيوب ترى ان اوبا انفجر، ان ما يكتبون اسم الفاكهه نفسها. هذا شكله ينفجر والله نداري، يعني بس يطلعون صورتها. طب انا ما ادري وش هي. طيب غالبا بسحب على الباتي للامانه، ممكن احتاجه بعدين بس حاليا بسحب عليه. طيب ناخذ كريستال، 7 معانا، 8 كالعاده راح اهجنهم، 9 10 خلاص كفايه، 10 حبات كفايه. اوكي يا اخي منطقه غريبه 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 غريبه. اوكي هذا صار بوم وكريستال في نفس الوقت، تهجن على طول. اوه في الباتي، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدمجني. اي والله يدمجني، والله كنت حاس. طيب دايت فروت، اقدر اعطيه فروت وينفجر ويفتح لي المنطقه اللي وراها. طيب هذا البات يطلع لي في الخريطه صح؟ لا لازم افتح الغيوم اول، عشان يقدر يتعرف على الماب. بجرب اني ارقى فوق، والله نحتاج الجيت باك بشكل فظيع. تطويرات كثيره نحتاجها للامانه. يمكن اقول يمكن ابدا اركز على ال في اود اونيون هنا، خلنا ناخذه. يمكن ابدا اركز يا جماعه على التطويرات اكثر من السلايم نفسه والقفص حق سلايم وذا. افكر صراحه. طيب خلنا نطلع من هالمكان ونكمل مغامرتنا فوق. اسلم، هذه منطقه دينجر يا جماعه، هذه منطقه الخطر. كذا بنحاول نهج. بوم تابي، مو تابي، تابي الا والله تابي، توقعت باتي. استهدي بالله يا جماعة، استهدي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما ادري كيف عديت، يا ساتر والله ذولي ما يرحبون فيني ابدا. خليني اطلع. اهداف جديدة، ابزرع الاود اونيون او البصل ابزرعه، عندي برضه الكريستال بحاول اني اهجنه مع اي شيء ثاني. ودي اهجنه مع شيء نوع جديد، ما ابغى نوع قد يعني زي الفسفور او الروك، ولا ودي اهجنه مع البنك. البنك البلورات حقته ما تطلع لي وما تفيدني ابدا. يمكن التابي، بس ما ادري تابي وش الدايت حقهم. تابي ميت، ابدا مو كويس الوضع. طيب خليت تطلع هذه. الو قهر، ما مداني ارقى فوق. خير عشان اكسر هذه. يا اخي احتاج الجيت باك عشان ارقى فوق. الا ارقى فوق. يس، وهذا الفجل. اوكي هذا الفجل، حلو 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 حلو. هذا برضه تذكرون ولا ما تذكرون؟ هذا للروك سلايم، يعتبر دايت كويس مره، هو الفراوله. فا اوكي رقينا فوق، حلو. والله صار عندي اشياء كثيره اقدر ازرعها، بس يمكن استغني عن الفجل صراحه. خلاص الفراوله جبنا لها شجره فما يحتاج فجل. طيب انا لاحظت، رجعنا للعالم العالم حقي، ولاحظت هنا في فراوله، فخلنا ناخذه بدل الجزر. لا اعطونا فراوله حقتنا، احد ياكلها. اصبروا، الفراولة حقتنا نحتاجها. اوكي طيب رجعنا منطقتنا، هذول جوعانين والله. ابشر 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 ابشر، تفضل 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 تفضل. هذول بنسحب عليهم، والله لازم نسوي تطويرات للفراولة اكثر. طيب هل اكنسل؟ والله ما ادري الان، انا مو قاعد الاحظ انه قاعد يطلع لي الاود انين هنا، فشكلي بحط الاود انين هنا ونبدا نهجن الكريستال. شكلي بكنسله، ما ودي كنسله كله. دقيقة لو حطيتها اود انين هنا، اتوقع لازم انتظر
ولا لازم اكنسل ريموف ذا اكزيك روبس بلان؟ اتوقع بس يشيل هذه، انا ما ودي يشيل المويه حتى، دافع عليها فلوس. نروح نتاكد. هذا وش هي؟ ديمولش. لا هذا ديمولش كامل. لا ما ابغى ديمولش، ابغى هذه بس. يس شفتوا شال بس اللي جوا. فخلنا نحط الاونين او البصل. اوكي خلاص تمام. طيب ادمج الكريستال مع مين؟ ما ادري والله، ما ادري مع مين ادمج الكريستال. اوكي شكلي بحط هنا سقف ايرنت عشان ما يطلعون اذا هجنا الكريستال مع شيء ثاني. فخلنا نحط، لان في بلور كل شيء، خلاص نحط ايرنت. تمام طيب خلنا نعطيهم اكل، ناكلهم كذا على السريع لاني بستغني عنهم بعد شوي. خل هذا شغال، خل هذا برضو شغال. طيب دقيقه عبال انا بنزل تحت بوريكم التطويرات اللي لازم 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 اخذها. خلنا اوريكم عندنا هذا ريسورس هارفستر. هذا يا جماعه نحتاج منه كتن بلور، وقد حطينا كتن بلور هنا يوم ادخلناها هنا، فصارت جوا معنا. شوف البوتس، يا ساتر البوتس وين هذه؟ اي داش بوست او بوتس. طيب هذا يقول ادز اريد زبد انك يمديك الحين تاخذ اشياء جديده مسكره عليك. هذه مره حلوه الريسورس هارفستر. القلب ما احتاج، استامينا ممكن، او الباور كور ممكن، هذه ما ابغاها. الجيت باك والله مهم، بس وشو الريدننت اور؟ ريدننت اور الظاهر ريدننت اور ما تجيبه الا لما تجيب ريسورس هارفستر يا عيال، فهمتوا؟ عشان تقدر تسوي هارفست او تحصد الاشياء هذا اللي هو ريدننت اور. فشكل هذا اول شيء بنسويه، بس نجيب فلوس وناخذ الريسورس هارفستر. يا اخي دقيقه، ما كان هذيك عطتني زي تليبورت، بس ما حطيتها للحين، ما ادري وينها اصلا. يلا مو مشكله. طيب خلينا نجمعهم خلاص، نشيل البينك بلور ونطيرهم. وعوافي حتى لو مثلا لو ان احتجناهم بعدين ترى موجودين في كل مكان. والله معليش بينك بلور، شوف كلهم قاعدين يروحون بابتسامه، معليش تخلينا عنهم، فادونا في البدايه بس الحين خلاص ما في فايده. اللي يقول ريان طيب ادمجهم مع الكريستال، لا ودي ادمج الكريستال شيء افضل من البينك، يعني كمان كريستال ترى شيء مره قوي. طيب نحط كريستال هنا وخلنا نعطيهم الاود اونين. طيب بس اول شيء لازم نشفط هذه. الو طيب هنا برضو خلنا نشفط، وهنا برضو. يلا لعل وعسى الحين نجيب 450 من ورا هذه البلورات عشان نقدر نشتري الهاربست ريسورس هارفستر. ما اتوقع الصد، ياب ما يكفي. طب فجل فجل فجل، اوه كفو طلعت الفراولات. عاد هذا الفيفوريت، هذا الفيفوريت، يعني بيطلعوا لي دبل الحين، احلى شيء. تفضل انت يا تفضل 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 تفضل. طيب الفجل، هل هذول ياكلون فجل؟ يا ساتر ياكلون فجل. طيب شباب شكلي بعطيهم، لان ما احتاج الفجل حاليا، ولا اتوقع اني بسوي، يعني ما معي فلوس اصلا اني اسوي زي هذولي للفجل، يعني ازرع فجل. والفجل هو قلنا اكل مين؟ دقيقه خلنا نتاكد، حق الروك سلايم. خلاص الروك سلايم ناكلهم فراوله صلى الله وبارك. خلنا ناكل ذولي بس. طيب خلنا نسحب. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ناخذ الكريستال اللور. حلو هاي 12 حبه، وخلنا ناخذ ذولي برضه. اسحب. لا الحين بالراحه بنوصل 400 بالراحه. فينا بلورات ناخذ، يلا خلينا نبيع. اح واحده وين راحت؟ الكريستال بكم؟ 33، غاليه مقارنه بالباقيات، غاليه يا حبيبي. بنصك الالف حنا، والله بنصك الالف، ليتس جو ديم. طيب يلا نزلنا تحت، ابى اسوي الهارفست ريسورس هارفستر، اسوي تطويره شيء مره مهم بيفيدنا. ليتس جو. يس سوينا الابجريد. الحين ان شاء الله اذا حصلنا الريدينت هذا او الريدينت راح نسوي له هارفست، اشياء كثيره راح نسوي له هارفست. خلينا نحط في بالنا تطويره معينه ونحطها، يعني زي اللي خلاص نستقعد ان الا نجيبها. وش رايكم؟ ودي الجيت باك صدق. فسفور بلور مره سهله، مدينا نجيب 10 واخزنها هنا، بس باقي الريدينت. هذا وش؟ تانك بوستر امبروف نانو ستورج سيل. نانو ستورج سيل الاوز يور فاك تانك هولد 30 يونت. حلو 30 بدل ال 20، انا الحين عندي 20. هذا وش احتاج فيها دقيقه؟ احتاج فيها تابي. خلاص نجيب تابي وفوسفور. والله نايس. لا كويس يا شباب، كويس. طيب دام عندي 800 كوينز بروح اسوي تطويره اقوى لشجره الفراوله. خلينا نحط حقه السويل هذه، قلنا ناتشرال سويل كونتنت مدري شو ريمويلد اند مدري شو ميكس كروبس اولويز ييلد ذا ماكسيمم هارفست. ماكسيمم يعني تعطيني اكثر، فكويس خلينا نشتريها ب 350. خلينا نشتريها وكذا خلاص جبنا اعلى تطويرات، وكل التطويرات هي كلها على بعضها ثنتين. باقي بس هذه حقتنا نوخر السلايم، انه ما ياكل منها، وما عندي اصلا سلايم مفلوت او مطلوق هنا، فخلاص نعتبر احنا جايبين افضل شيء هنا. ممتاز، شوفوا الفرق تشوفون.
شوف هذه تحفز انها تطلع اكثر، وهذه تسرع عملية الزراعة. انا معي بلورتين الحين من الفسفور، لكن ما راح ابيعها لاني ابغاها، ابغى اوصل 10 وابغى تابع 10. انا طالع الحين في الليل عشان اقدر ابغى بالله تعال كل. ايوه ابغى فسفور، تفضل تفضل. ممكن ما ياكل هذه؟ طيب اي في فسفور هنا، خلينا نجيبه، خلينا نجيبه بسرعه. فوق فروت تفضلوا يا اخي، مفهين ذولي والله مفهين. ايوه كلي، حلو عطني فسفور، حلو عطيني فسفور، يعطيك العافيه. معي 6 فسفور الحين، ابغى برضو تابي اجيب 10 تابي. يا اخي تحس الجزيره هذه فيها بيس، فيها سلام مو طبيعي، اقسم بالله تحس شيء جميل، اقسم بالله شيء جميل. تحس كذا راحه وانبساط في المدينه، اقسم بالله والجزيره هذه. طيب خلصنا العشرة فسفور، ابغى التابي، التابي اذكره هنا. طبعا اجي هنا بدل ما اروح وارجع كذا، خلاص اروح اسوي دونيت هنا. شفت خلاص الحين تجي في المخزن. طيب اذكر التابي كانوا هنا. ايوه هنا، لا تاكلونا لا تاكلونا. هذا دجاج توقعته تابي، لا تقولي التابي ما يطلع في الليل، الا توني شايف تابي طالع في الليل. هذا ليهم، اعطوني بالله بلوراتكم. هذا كوتن، ما ابغى كوتن. مشكله التابي ما ياكل البوغ فروت والاشياء هذه، ياكل دجاج، ياكل لحوم، اكلت لحوم. فنقدر نجيب لهم ديك، نجيب لهم دجاجه برضو، نروح ناكلهم. طيب تعال يا تابي تفضلي. ايوه حلو، يعطيك العافيه. لا ما لك دخل، الا والله لك دخل انت، طلع لي تابي. طيب خلونا نشوف هذه يا جماعه، هل يمدينا نسوي لها هارفست؟ يمدينا يمدينا. طيب وخر هذه نسوي لها هارفست. ايوه كسرناها، انت وش تبي ينقلع؟ طيب طلع لي شيء جديد، جيلي ستون. واخر يا بابا واخر انت وياه، جيلي ستون هذه جديده. اتس بوث سوليد اند سكويشي ات ذا سيم تايم. طيب وش الجيلي ستون؟ وش وضعها؟ ومين ياكلها اصلا؟ جيلي ستون هذه ما ادري من يطلبها صراحه من السلايمز. طيب انا معي دجاج، قاعد امشي وقاعد ادور على تابي. ذولي قتلوا كل التابي، حسبي الله ونعم الوكيل. انقلعوا وخر، خلي التابي عليش، اتفضل اكل. ايوه طلع لي. طبعا انا 5 سويت لها دونيت على طول، باقي لي واحده الحين. هذه 4 باقي لي واحده. خلي التابي حقنا، خلي التابي حقنا، انقلع تابي. ممكن تاكل مره ثانيه عشان كذا ملخم وكذا. طيب جبنا كل شيء معنا، فخلونا نحطها في البتاعة هذه اللي شو اسمها هذه؟ ما ادري ناس اسمها. ريفنتري ما ادري، ريفنتري ما ادري، لها اسم شيء زي كذا. والله لا شيك شو اسمها، دقيقة. اسمها يا جماعة ريفينري، ريفينري ريفينري، الزبدة اللي يجمع. طيب الحين بنرجع ناخذ لنا تطويرتين، أولا التانك، ثانيا وش كنا بناخذ ثاني شيء؟ نسيت والله وش اللي كنا بناخذها، بس بنرجع ناخذها ان شاء الله. احلى شيء انك ترجع الحين تحصل فراوله طالعه، يا سلام. شوف حتى طلعت نزلت تحت من كثر ما هي بسرعه يعني زرعت. هذه 10. طيب خلينا ناكلهم، جوعانين مساكين. تفضل 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 تفضل. وانتم تاكلون هذا؟ لا ما ياكلون. اوله دمج لي 50، يا ساتر، لانه جوعانين مره. تاكلون ذا؟ ما ياكلون. طيب والله ودي اجيب لكم اكل بس دقايق يعني. طيب دقيقه خليني بروح اشيك على هذا، طلع ولا ما طلع؟ لا والله توه يا شباب ما طلع، مع اني زارع اود اونيون، بس شوفوا صار العكس. اذا زرعت الاود اونيون ممكن يطلع لك اونيون من ضمن الجزر، فمره مزعج صراحه سالفه الاود اونيون. يا الله يطلع لك. هذول لازم نهجنهم بسرعه مع احد ثاني، لازم، لانهم جوعانين. طيب خلونا ننزل تحت وناخذ تطويرة ثانية. اليوم اخذنا الريسورس هارفست، وخلونا الحين ناخذ اللي هي التانك. شوفوا حطينا البلور، نبدي ناخذها. حلو، في شيء ثاني بعد انت تحط في بالي، ما ادري وش هو. اي اللي هو الجيت باك، بس باقي ما جبت الريدينت او الريدينت اور، بس الحين زدنا في التانك بوستر، نبدي اجمع الحين 30 بدل 20. الجيني ستون والله ما ادري وش، فخلنا نحطها هنا. شوف ما ودي ادمجهم مع تابي، لان اذا دمجتهم مع التابي ادمجهم مع الرك بعد، اخي ما ينفع والله ما ينفع ما ينفع. دقيقه اللي هم اسمهم وينهم؟ هذولي يبغون اللتس هذا. راح ازرع لهم لتس برضه، بس دقيقه مو بلازم لتس، مدينا اعطيهم جزر حتى. فشكلهم جيدين، شكلهم جيدين، باخذ منهم، خصوصا انه نوع جديد اللي هم الكاتن سلايم. ما عندي، انا عندي روك وكريستال، روك وفوسفور، والحين عندي او كريستال وفوسفور، لا لا روك وفوسفور، الحين كريستال بدمجه مع الكاتن. تفضل طلع لي، وانت تفضل طلع لي بعد. الو الو يعطيك العافيه. شوفوا اخيرا ناظروا للجزر عندي، ما يوقف على 20، لا كمل لين ال 30. يلا تعالوا 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 نظبطكم. والله ادري انكم زعلانين، ادري انكم مره زعلانين، وانا ما ودي اقرب من عندكم حتى لانكم مره زعلانين، بس تفضلوا. يلا اندمجوا مع اخوانكم الكوتون بلور. ايوه كويس كويس.
طيب الحين نصير وشو؟ نصير ناكلهم جزر، ياكلون جزر يرضون شويه لين عاد نجيب لهم الخس اللي هو الووتر ليتس. مره زعلانين مره زعلانين. نجمع، الو نجمع السالة برضو. الو ذول ايش وضعهم؟ كويسين، ياكلون بوغ فروت. ياكلون بوغ فروت، انا عندي زايد اصلا. اوكي يطلع لي اود انيون. حلو، الاود انيون هذا مره بفيد الكريستال. الحين بيطقون عليها لانه هو الفيفوريت بالنسبه لهم. نسوي هاربست للجزر. عندي فلوس ما عندي فلوس، ببيع وبحاول اخلي هذه تطلع بسرعه عشان هذا مره مهم عندي الكريستال. 15 وهذه 8، يلا حلو. وهذه بكم؟ 27. قصت للاسف شويه لكن مو مشكله. جبنا 617 يمديني اسويها. يلا عندكم اكل، مبسوطين؟ لا تقعدون تقولون ما عندنا اكل، اكلكم دائم موجود. طب ذول يبغون الفراوله، راح نجيب لهم فراوله، باقي ما طلعت. هذول بنتصرف معاهم، بنطيرهم. خلينا نجيب التطوير الخرافيه لذولي اللي هي السويل. اوكي ممتاز ممتاز. طيب حاليا احنا معتمدين على اربعه مصادر للدخل من البلورات اللي هو الروك والفسفور والكريستال والكوتن كريستال، الكوتن بلور. فعندنا اربع انواع تشوفونها هنا. لو سحبنا هنا الكريستال، هنا الكوتن، وهنا الفسفور والروك. وشيء جميل مره ان الحين زدنا لل30، وان شاء الله اني بزيد لل40 ولل50 لين نقدر نوصلها. اتوقع ان نقدر نوصلها لل100، فشيء كويس مره. نسحب. اوكي طبعا مو كل شيء تروح تبيعه يا ريان، لازم تروح تسوي دونيت عشان بستفيد منها مستقبلا. 1008 معي حاليا. خلينا نشوف التطويرات، خلينا نرجع التطويرات. فيه باليوتيليتيز ما عندي شيء حاليا. في الراب تيك يولو هوم بورتال، الظاهر هم عطوني اياها، هي فتحتها لي واحده منهم، ما ادري هو فيكتور ولا الثاني، بس لازم اجمع له. بجمع جيلستون وكوتن بلور سهل، ديب برين او براين ما ادري وش ذا، عشان نقدر نحط التليبورت هنا مثلا. شوفوا انا الحين في منطقتي احط التليبورت هنا، فاذا رحت او هنا مثلا، اذا رحت على طول ارجع، كن سريع سريع عند منطقه التاوي مثلا. طيب يمديني اجيب هيل؟ جاب هيل، راح نقول لا. صار عندي الحين 150 هيلث ابجريدد. ما اقدر اسوي زياده بعدين. ووتر تانك هذا بنجيها بعدين مستقبلا. هذا وش ذا؟ بولس ويف، برضو في اشياء مره كثيره زي الوايلد هاني. قد شفنا هاني يتوقع، بس هذا ما قد شفته. هذه سهله يمديني اجيبها بسرعه. داش بوست او بوتس بالبوم بلور، ذيك المنطقه اللي رحنا لها قبل. طيب اتوقع اني راح اختم هنا يا شباب. ان شاء الله انبسطتوا بالحلقه هذه، سوينا فيها تطويرات كثيره كاداء، يعني جبنا عرفنا الحين فكره خلاص. نظام انك تحط نوع واحد من السلايمز انساها، زي ذولي الحين، ذولي بنقشعهم كلهم بنطيرهم، نطيرهم من الان. تعالوا تعالوا مسويين زعلانين مشكله، لانهم بيستهلكون مني اكل على الفاضي، ما راح يعطوني زي ذولي. هذول يعطوني واجد، خصوصا اذا اعطيتهم الفيفورت راح يدبلون البلورات اللي يطلعونها لك. فخلاص الروك عندنا اوريدي، روك مدموج مع الفسفور فما نحتاج. فان شاء الله ندمج او نجيب سلايمز اكثر هنا. اقترحوا لي نوعين، انا فيه اللي يقولونه هاني، هاني سلايم يمدحونه مره، فادمج الهاني مع مين؟ او اذا عندكم شيء ثاني افضل اكتبوا لي في الكومنتات عشان اقدر اجيبه. فان شاء الله انبسطتوا الحلقه هذه، جبت مونديز، لا تقصرون علي باللايكات. نشوفكم ان شاء الله في الحلقه الرابعه، نراكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.